الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة أساس تطبيقات على التكامل غير المحدد، التطبيق الهندسي. طبعا عندنا هذا المثال أيضا الأسئلة اللي تجينا بالوزارة. بالمحاضرة السابقة أخذنا على النهاية الصغرى، وهنا عندنا على النهاية العظمى. فهسه أنا شو يقول؟ منحني ميله عند أي نقطة من نقاطه يساوي جد 3 إكس تربيع ناقصا 6 إكس ناقصا جد 9، وله نهاية عظمى محلية، وله نهاية عظمى محلية. قيمتها جد؟ القيمة مالتها 15 جد معادلته. إذا هسه أنا شو أريد من عندي؟ أريد من عندي أطلع معادلة شنو؟ معادلة المنحني. أريد أطلع شنو؟ المعادلة مالتها. وش منطيني؟ منطيني الميل. أو قلنا الميل شو يساوي لنا؟ الميل يساوي لنا المشتقة. وإذا عندنا ميل يعني عندنا شنو؟ يعني عندنا تكامل، يعني الرجع المشتقة علما للدالة الأصلية مالتها. طبعا الماء أيضا منطيني شنو هنا عندي؟ قيمة النهاية. ايش قد قيمة النهاية؟ 15. إذا هسه هاي 15 تمثل له قيمة ميل، تمثل له قيمة واي. قلنا دائما قيمة النهاية هي تمثل قيمة شنو؟ قيمة واي. قيمة اكس شلون نطلعها؟ نساوي المشتقة وينها؟ هاي المشتقة نساويها بالصفر ونحلل ونطلع قيمة اكس، وبعدين نشوف شنو النهاية. إذا عظمى ناخذ قيمة العظمى، وإذا صغرى ناخذ قيمة شنو؟ قيمة الصغر. هسه لما نجي نحل هذا السؤال الحل مالته، هسه عندنا شو نقول هنا عندنا أول مرة؟ الميل شو يساوي لنا؟ الميل يساوي المشتقة. إذا الميل يساوي لنا المشتقة، هاي ملاحظة. فهنا شو نقول؟ إذا المشتقة وينها؟ نفسها قيمة الميل. يعني فتحة للإكس راح شو يساوي لنا؟ 3 إكس تربيع ناقصا 6 إكس ناقصا جد ناقصا 9. هسه نطبق شنو؟ القانون. هذا القانون واي تساوي شنو؟ تكامل المشتقة المن بالنسبة المن بالنسبة للإكس. فهسه هنا الميل يساوي المشتقة، والمشتقة هاي القيمة مالتها 3 إكس تربيع ناقصا 6 إكس ناقصا 9. راح أخلي المشتقة وين؟ أجي شو أسوي لها؟ أجيها كاملة. يعني شلون راح يصير عندي؟ يعني هاي راح اعوضها لنا، نقول واي تساوي لنا تكامل الاوف للاكس جد هي فتحه المشتقه مالتها 3 اكس تربيع ناقصا 6 اكس ناقصا جد ناقصا 9، ذني اكاملهم بالنسبه لمن؟ بالنسبه لنا. هسه صار سؤال اعتيادي مثل الاسئله اللي احنا ماخذيها في المحاضرات السابقه. من جردين كامل، هذا شلون كامله؟ هاي الواي تنزل عندنا هنا، رمز التكامل شنو هو؟ يجي على الحد الاول. هذا شنو موجود عندي؟ ثلاثة. ثلاثة ثابت والثابت ينزل كما هو، إذن ثلاثة تنزل مثل ما هي. احنا دائما بالتكامل الشغل مالتنا ويا من؟ ويا الأس. هذا الأس 2، ايش قد أضيف له؟ أضيف له 1 وأقسم على الأس الجديد، فمن أضيف له 1 ايش قد راح أصير؟ أصير إكس أس 3 على ايش قد؟ على 3 ناقصا ايش قد هنا عندي؟ 6. 6 ثابت تنزل كما هي. الأس هنا ايش قد؟ هذا الأس هنا ايش قد موجود عندي الأس؟ الأس 1. ما مكتوب يعني 1، واضيف الان من عندي ايش قد؟ 1. ايش قد راح يصير حسب القاعده؟ 2، فيصير اكس اس 2 على ايش قد؟ على 2 ناقصا. هذا ثابت والثابت ينزل كما شنو؟ كما هو. هاي هنا ماكو اكس وياها على مود اضيف لها 1، اذا اني اخلي له شنو؟ اخلي له اكس. ليش؟ لان دي قاعده كامله للاكس، فشنو المتغير اكس؟ اخلي هنا شنو وراء الثابت شنو اكس، فيصير لي ناقصا 9 شنو 9 اكس. هسه اذا عندنا اختصارات نختصر، فهسه هاي الثلاثه تختصر ويا من؟ ويا هاي الثلاثه، وهاي السته تختصر ويا 2، 6 على 2 ايش قد بها؟ 3، والحد الاخير ينزل تمام. طبعا هنا في نهايه كل تكامل لازم نكتب زائد شنو؟ زائد سي، وهو احنا اللي نطلع شنو؟ نطلع القيمه مالنا. واي تساوي لنا شو يساوي لنا؟ من اتصلنا بقى لنا اكس اس ايش قد؟ اس 3 ناقصا 6 تقسيم 2 قلنا ايش قد؟ 3 اكس شنو؟ اكس تربيع ناقصا 9 شنو؟ اكس زائد شنو؟ زائد سي. هسه انا شو نقول؟ الداله شنو هنا عندي؟ وله نهايه شنو؟ عظمى. نهايه عظمى قيمتها ايش قد؟ قيمتها 15. اذا هاي تمثل لي قيمه من هسه 15 تمثل لي قيمه واي. هنا شو نقول؟ نقول بما ان الداله تمتلك نهاية شنو؟ نهاية عظمى قيمتها ايش قد قيمة النهاية؟ قيمتها 15. إذا الواي شو يساوي لنا؟ إذا الواي يساوي لنا 15. بالسؤال قبله قلنا تمتلك نهاية صغرى قيمتها 6، إذا قيمة الواي 6.
بينما هنا الدالة تمتلك نهاية عظمى قيمتها قد قيمتها 15، إذا الواي قيمتها 15، إذا الواي هي دائما شنو تكون قيمة شنو عندي، إذا قيمة النهاية هي تكون قيمة الواي، فقيمة النهاية العظمى والصغرى هي دائما تمثل قيمة شنو قيمة الواي. هسه بعد اللي طلع قيمة من قيمة الاكس قلنا شنو هنا نجعل المشتقة تساوي قد صفر، ومنها شنو نجد قيمة شنو قيمة اكس، وين المشتقة هاي المشتقة المي المنطقيها بالسؤال، فأقول هنا يعني هاي هسه خطوات كذا على مود طلع قيمة من قيمة اكس 3 اكس تربيع ناقص 6 اكس ناقص ايش قد 9 تساوي لنا شنو تساوي لنا صفر. إذا من نريد نطلع قيمة X نسوي نساوي المشتقة بالصفر ونحلل ونجد قيمة شنو نجد قيمة X. بس هاي شنو صارت عندي، صارت المشتقة مساواة بالصفر. هسه أنا لما أجي على هذه المعادلة تتكون من ثلاث حدود بين هذا الحد وهذا الحد وهذا الحد، أكو عامل مشترك بالقسمة على إيش قد بالقسمة على إيش قد بالقسمة على ثلاثة، تتبسط على ما تكون عندي بالتحليل أسهل. فهسه هذا لما نقسم على ثلاثة إيش قد تبقى لنا، تبقى لنا X تربيع ناقصا 6 لما تتقسم على 3 ايش قد يبقى لنا، يبقى لنا 2 اكس ناقصا 9 لما تتقسم على 3 9 تقسيم 3 ايش قد 3 تساوي لنا تساوي نصف. هاي المعادله من كم حتى تتكون من ثلاثه حدود وتنحل بها طريقه بطريقه شنو بطريقه التجربه، اذا هذا قوس وهذا قوس ثاني ايش قد يساوي لنا يساوي لنا صفر. فهسه هنا شو يصير هنا عندنا، راح يصير عندنا هنا اكس تربيع يصير اكس باكس، نجي هنا على الإشارات موجب في السالب سالب سالب في السالب شو يصير هنا عندنا موجب وثلاثة ايش قد تتحلل ثلاثة ايش قد هي ثلاثة في واحد، فأخلي الثلاثة هنا وأخلي شنو الواحد هنا. من يقول التحليل مالتي صح يجوز غلط أو الأرقام متبدلات، فهسه أقول ذولا حاصل ضربهم سالب ثلاثة إكس وذولا ضربهم هنا موجود عندي ايش قد واحد إكس، فهسه هنا عندك سالب ثلاثة إكس وهنا عندك موجب واحد إكس، الفرق بيناتهم سالب 2 اكس وهو نفس الحد الوسط شنو المنطقية، اذا التحليل مالتنا شنو التحليل مالتنا صحيح. هسه شنو نقول؟ نقول اما او اما شنو اما اكس ناقص 3 تساوي لنا ايش قد تساوي لنا صفر، اذا ننقل الثلاثه للجهه الثانيه اذا الاكس ايش قد يساوي لنا 3، هاي القيمه الاولى طلعت. او شنو هنا عندي اكس زائد 1 تساوي لنا صفر، ننقل الواحد للجهه الثانيه اذا الواي ايش قد يساوي لنا يساوي لنا سالب 1. هسه كم قيمة طلعت للاكس؟ طلعت قيمتين، هاي القيمة الأولى 3 والقيمة الثانية ايش قد؟ سالب 1. أنا وحدة من عندهم اريدين، لو هذا العدد لو هذا العدد، وقيمة الواي معلومة لو مو معلومة؟ معلومة عندنا. شو نسوي؟ نجي نخلي خط الأعداد، هذا خط الأعداد. نختبر طبعا هنا ونشوف يا هاي العظمى هي اللي ناخذها، ايش قد قيمة الاكس؟ 3، هاي عند العدد ايش قد؟ 3. وقيمة الاكس الثانية ايش قد؟ سالب 1، هاي القيمة الثانية ايش قد؟ سالب 1. بس راح ناخذ قيم اكبر واقل من قيمه اكس ونجي وين نعوضها؟ نعوضها بالمشتقه هاي الموجوده عندي هنا. بس هنا شو العدد اللي ياخذه منا؟ العدد اللي ياخذه منا 4 5، فاحنا دائما العدد الصغير قريب على اكس 4، راح اخذ 4 واعوضها هناك، فاقول 3 هنا يصير عندي 4، شوفوا فوقها تربيع ناقصا 6 4 بمكان اكس ناقصا ايش قد؟ ناقصا 9. هسه هنا عندي مو معناته 4 في 2، معناته 4 في 4 و4 في 4 ايش قد 16، 16 تنضرب بالثلاثة فيصير الناتج مالتهم ايش قد 48 ناقص 4 في 6 ايش قد الناتج مالتهم 24، وانا عندي ناقصا ايش قد ناقصا 9. طبعا 48 اكبر من الناتج دول اللي موجود عندنا، فهاي الاشارة راح تطلع عندي شنو بالموجب، وش اقول عليها؟ اقول عليها تزايد، لان هنا عندك ايش قد؟ عندنا 24 وهنا عندك هذا سالب وهذا سالب، ايش قد راح يصير 24 33 33 راح يصير بالسالب، وهذا هنا عندنا 48 موجب، الفرق بيناتهم ايش قد 15 والنتيجه مالته شنو موجب. انا المهم بس اريد اعرف الاشاره ما لها علاقه بالناتج. هسه ناخذ بين العدد السالب 1 و3 ايش قد؟ 2 1 0 فوق الصفر اسهل لنا. فهسه لما ناخذ صفر وين اجي اعوضه؟ اعوضه ايضا وين؟ بالمشتقه. فهسه انا راح اخلي صفر راحت، اخلي صفر راحت، شنو بقى لي؟ سالب 9، اذا هاي الفتره كلها راح تصير عندي هنا سالب وسالب، شو يمثل لنا؟ يمثل لنا تناقص، واضح؟ اذا عوضت العدد صفر، بس انا صفر راح هذا المقارن يصير صفر، صفر هذا المقارن يصير صفر، ايش قد مقارنه بس سالب 9، اذا الاشاره طلعت لي بالسالب. اخذ اقل من سالب 1، ايش قد؟ سالب 2، وانا اعوضه؟ ايضا اعوضه بالمشتقه، فشو يصير لنا؟ يصير لنا 3 سالب 2، شوفوا فوقها تربيع ناقصا 6 سالب 2 ناقصا ايش قد؟ 9.
سالب 2 متضرب سالب السالب موجب 2 في 2 4 و4 تنضرب بالثلاثه ايش قد يصير؟ يصير 12. هنا سالب السالب ايش يصير؟ موجب زائد ايش قد؟ زائد 12 ناقص 9. هسه هذا موجب هذا موجب 24 هذا سالب. اذا الاشاره ما راح تكون عندي شنو بالموجب، فهذا يكون عندي شنو عندي يكون عندنا شنو تزايد. هاي هنا قلنا 24 هنا عندك ايش قد؟ ناقص 9. 24 تروح من عندها 9 الفرق بيناتهم ايش قد؟ 15. أنا ما لي علاقة بالعدد، المهم إن شاء الله ما تشكون تكون عندي شنو بالموجب. فهسه لما نجي هاي النقطة شنو قبلها؟ قبلها تزايد، إذا التزايد شوف وين؟ للأعلى. وهاي الفترة تناقص لوين؟ للأسفل. وهاي الفترة تزايد لوين؟ للأعلى. واضح؟ فهسه هاي النقطة هي عبارة عن زوج مرتب. هاي النقطة عبارة عن زوج مرتب، مو؟ هنا عندك إيش قد؟ سالب واحد، وهنا عندك إيش قد؟ ثلاث، هاي تي إم إكس. سالب واحد اكس، ثلاثة قيمة اكس، والواي ايش قد قيمة الواي؟ هاي الواي شوفها ايش قد قيمتها؟ 15. إذا قيمة الواي هنا ايش قد عندي؟ قيمة الواي 15، قيمة الواي ايش قد 15؟ هاي نقطة اكس بواي، اكس بواي، أنا أريد وحدة من عندكم، قال لي ناخذها، فهسه هنا لما أجي شوف هذه النقطة قبلها موجب ووراها سالب، شوف اجت منا للأعلى وبعدين نزلت، إذا لو قبلها موجب وبعدها سالب شو تكون؟ تكون عندي عظمى. زين. النقطة ذا قبلها سالب نزلت وبعدين صعدت، إذا شو تمثل لي؟ تمثل لنا عندي شنو؟ تمثل لنا صغرى. هسه أجي على السؤال شنو قايل لي؟ قايل وله نهاية شنو؟ عظمى محلية. عظمى، إذا ذاك الكلمة شنو؟ عظمى، وين العظمى؟ هاي العظمى اللي موجودة عندي هنا، إذا آخذ النقطة إيش قال؟ آخذ النقطة ناقص واحد إيش قال؟ و15. بينما ذا قايل صغرى آخذ النقطة إيش قال؟ 3 وإيش قال؟ و15. فهنا تريد تكتبها او ما تكتب هاي بالسؤال ماكو داعي، فانا نقول بما ان الداله تمتلك، بما ان الداله تمتلك نهايه شنو؟ نهايه عظمى، اذا النقطه اللي راح اعوض عنها ايش قد قيمتها؟ سالب واحد وايش قد؟ و15. اذا هسه اجي وين؟ على هاي الداله اللي موجود عندي راح اشيل الواي ايش قد اخلي مكانها؟ 15. وراح اشيل كل اكس ايش قد اخلي مكانها؟ اخلي مكانها سالب واحد. طبعا هذا الاختبار انا ما احتاجه، بس اختبارك بي على مود اقدر تكتبه بشفهي او تختبره بعدين تمسح. هسه انا نقول الواي اخلي مكانها 15 تساوي ايش قد؟ انا راح يصير عندي ناقص واحد مرفوع للقوه ايش قد؟ للقوه 3 ناقص ايش قد؟ 3. اشيل هاي الاكس ايش قد اخلي مكانها؟ سالب واحد. شوف فوقه فوق التربيع ناقصا ايش قد؟ ناقصا 9. اشيل الاكس ايش قد اخلي مكانها؟ سالب واحد زائد شنو؟ زائد سي. اذا هاي الواي خليت مكانها ايش قد؟ 15. هنا شنو عندي؟ ناقص واحد مرفوع القوه 3 ناقصا ايش قد؟ 3. اشيل هاي الاكس اخلي مكانها سالب واحد شنو هنا عندي؟ تربيع ناقصا 9 واخلي مكان الاكس سالب واحد زائد سي. بس هنا ايش قد يصير عندي؟ 15 تنزل نفسها سالب واحد في سالب واحد في سالب واحد نفسه سالب واحد لان مرفوع الى قوه فرديه. سالب واحد من يتربع شو يصير؟ موجب. موجب ينضرب بالسالب يصير سالب ايش قد؟ سالب 3. هنا عندنا سالب بالسالب شو يصير؟ هنا عندنا يصير عندنا موجب. اذا هذا هنا راح يصير عندي زائدا ايش قد؟ زائدا هنا سالب بالسالب موجب، وهنا قلنا 9 في 1 ايش قد الناتج مالته؟ 9 زائدا شنو؟ زائدا سي. هسه نجي على هاي الاعداد اللي موجوده عندنا هنا 15 تساوي سالب 1 وسالب 3 ايش قد يصير؟ سالب 4 زائد ايش قد؟ 9 زائد سي. 15 تساوي لنا سالب 4 وموجب 9 ايش قد الفرق بيناتهم؟ 5 وشارط الكبير زائد شنو؟ زائد سي. هسه مجاهير الجهه معالي الجهه هاي راح نقلل وين؟ للجهه الثانيه. فايش يصير عندي؟ 15 ناقص ايش قد؟ 5 تساوي لنا سي. 15 ناقص 5 ايش قد؟ 10 تساوي لنا ايش قد؟ تساوي لنا سي. طلعت قيمة السي، هاي قيمة السي اللي طلعت لي راح اجي وين اعوضها؟ اعوضها هنا هاي المعادلة. إذا هسه شو نقول؟ نقول إذا معادلة المنحني، إذا معادلة المنحني هي شو تصير لي؟ واي تساوي شو تساوي؟ يساوي لي اكس اس 3 ناقصا ايش قد؟ ناقصا 3 اكس شنو؟ اكس تربيع ناقصا 3 اكس تربيع ناقصا 9 اكس وزائد شنو؟ وزائدا 10. واي تساوي لنا هنا عندي اكس تكعيب ناقصا 3 اكس تربيع ناقصا 9 اكس زائدا شنو؟ زائدا 10. معادله المنحني. المثال الثاني جد معادله المنحني الذي المشتقه الاولى لمعادلته تساوي ايش قد؟
سالب 2 على اكس تربيع ويمر بالنقطه. اذا بهذا السؤال كيف من عندي؟ يريد من عندي اطلع شنو عندي معادله المنحنى. طبعا هنا ما قايل لي هو الذي ميله، منطيني المشتقه. والمشتقه شنو هي؟ المشتقه الاولى، قلنا المشتقه الاولى هي شو تساوي لنا؟ تساوي لنا الميل. فاذا قال المشتقه الاولى او اذا قال لي الميل انه شنو؟ انه نفس الشيء. فهسه هنا منطيني المشتقه، فهسه اجي ارجع لهذا الحل. المشتقه الاولى اذا هي شنو هنا عندي؟ عندي اوب فتحه للاكس تساوي لنا، قد تساوي لنا؟ تساوي لنا سالب 2 على اكس واي على اكس تربيع. هذه منطيني المشتقه الثانيه، يعني باعتبار شنو هاي؟ الميل مالت. الخطوه الثانيه قلنا شنو؟ نكتب القانون. شنو هو القانون؟ واي تساوي لنا تكامل المشتقه بالنسبه لمن؟ للاكس. اذا تكامل شنو هنا عندي؟ او فتحه اكس شنو هنا عندي؟ هي دي اكس. هسه راح اشيل هاي او فتحه للاكس واعوض مكانها شنو؟ اعوض مكانها المشتقه. يعني شو يصير هنا عندي؟ واي تساوي علامه التكامل شنو نخلي هنا؟ ناقصا 2 شنو هنا عندي؟ اكس اس 2 وهنا دي المن دي للاكس. فهسه هاي صارت عندي داله مثل الدوال اللي اخذتها بالمحاضرات السابقه. شلون اجي شنو؟ شلون اجي اكامل؟ شلون اكامل هاي المشتقه اللي موجوده هنا؟ هسه لو اول ما نجي للتكامل، طبعا هذا المتغير وين موجود؟ موجود بالمقام. واحنا دائما قلنا اذا كان عندنا متغير بالمقام ما يكامل. اي متغير موجود بالمقام ما يصير عنده شنو؟ تكامل. شو اسوي لها؟ اما نحللها للداله واكو اختصارات تختصر. بس هنا هذه هو حد واحد موجود عندي، اذا هذا الحد راح ارفعه من المقام المن للبسط، ومن يرفع من المقام للبسط الاشاره مالت تشبيهه مالت الاس راح تتغير، اذا هنا عندي موجب راح يصير عندي؟ يصير عندي سالب، يعني بيجي هنا يشتق هذا الحد مالته شنو؟ الحد مالته غلط، لازم يكون المتغير يصعد فوق يلا شنو؟ يلا نجي نكمل. بس هنا هاي نفسها نقول واي تساوي لنا علامه التكامل سالب 2 اكس والسالب 2 دي المن دي الاكس. هسه صارت عندي داله شنو؟ اعتياديه، اقدر شنو؟ اقدر اكاملها. قلنا من نجي نكامل شو نسوي؟ هذا رمز التكامل الاس والدي اكس ما تنكتب، الشغل مالتنا ويا من؟ ويا الاس. وين الاس؟ هذا الاس اللي موجود عندي هنا. ايش قد هو العدد؟ سالب 2. ايش قد اضيف له؟ اضيف له 1. يعني سالب 2 هنا ضاع عندي سالب 2 زائدا 1. شو يصير عندي هنا؟ يصير عندنا ايش قد؟ يصير عندنا سالب 1. يعني هسه هذا هنا راح شو يصير عندنا؟ نقول واي تساوي لنا واي تساوي راح يصير طبعا هاي الاثنين ثابت والثابت ينزل كما هو ما لنا علاقه بها ناقصا 2 يصير لي اكس هنا قلنا سالب 2 واضيف لها 1 ايش قد تصير؟ مو تصير سالب 3 هي سالب 2 زائدا 1 الفرق بيناتهم شنو؟ سالب 1 اذا سالب 1 على شنو؟ على سالب 1 زائدا شنو؟ زائدا ثابت التكامل اللي هو شنو موجود عندي سي. فبهاي الخطوه فرص عندي شنو؟ فرص التكامل. بس احنا متعودين دائما انه بالتكامل اي اس لازم يكون عندي شنو؟ بالموجب. بينما هذا الاس هنا عندي شنو؟ بالسالب. اذا لازم اسوي شنو؟ اسوي الموجب. شلون اسوي الموجب؟ انزله بالباص اللي المقام فراح تتغير اشاره الاس مالي. طبعا هسه هاي عندي سالب على السالب شو يصير هنا عندنا؟ يصير لنا موجب. واثنين على واحد ايش قد هنا عندنا؟ اثنين. فهنا راح يصير عندي واي تساوي لنا واي تساوي خط كسر هاي اثنين وين تبقى لنا؟ بالباص. هاي الاكس وين نزلت لي؟ نزلت لي شنو هنا عندنا؟ لي جوا زائدا شنو؟ زائدا زائدا سي. هاي سالب على السالب شو يصير هنا عندنا؟ موجب. والاكس السالب واحد تنزل لي لجوا شو يصير عندي؟ يصير عندي في الموجب. هسه كملت هاي المعادله بس لازم اطلع قيمه مين؟ اطلع قيمه سي. شلون اطلع قيمه سي؟ نعوض مكان قيمه اكس بواي. فهسه شو نقول؟ نقول نعوض عن النقطه. وين النقطه اللي موجوده عندي؟ يعني هذا التكامل راح اجي اعوض مكانه. ايش قد القيمه مالته؟ واحد. وايش قد؟ واحد وثلاثه. من طيار النقطه هنا جاهزه. فهسه هذا الواحد هو شو يمثل لي؟ قيمه الاكس. والثلاثه شو تمثل لي؟ قيمه من؟ قيمه الواي. اذا راح اشيل كل واي وايش قد اخلي مكانه؟ اخلي مكانه ثلاثه. هسه هاي الواي اخلي مكانه ثلاثه تساوي الاثنين ثابت كما هو ينزل. اشيل هاي الاكس وايش قد اخلي مكانها؟ واحد زائد شنو؟ زائد سي. ثلاثه تساوي اثنين تقسيم واحد ايش قد؟ اثنين زائد شنو؟ زائد سي. هسه شو نقول؟ مجاهيل بجهه ومعاليم بجهه. راح انقل الاثنين من هاي الصفحه للصفحه الثانيه وتتغير الاشاره مالتها. راح شو يصير هنا عندي؟
يصير عندي 3 ناقص ايش قد 2 تساوي لنا ايش قد؟ تساوي لنا سي. 3 تنقص منها 2 ايش قد يبقى لنا؟ 1 يساوي لنا شنو؟ يساوي لنا سي. هسه طلعت لنا قيمه السي، طلعت ايش قد القيمه مالتها؟ 1. اذا هسه راح اعوض بمكان هاي السي، شوف هاي السي اللي موجوده عندي هنا، راح اعوض بمكانها ايش قد؟ هذا من هنا راح اعوض بمكانها القيمه مالتها ايش قد؟ 1، وتكون هي هاي عندي شنو؟ معادلة شنو؟ معادلة المنحني. إذا هنا راح شو يكون عندي؟ واي تساوي لنا شنو هنا موجود عندي؟ 2 على اكس زائد شنو؟ قيمة السي ايش قد؟ قيمة السي 1، نقول عليها معادلة شنو عندي؟ معادلة المنحني.